شو بتعمل بنهارك من غير انه بتجمع اخبار عن حزب الله؟ السجاد. السجاد عندك ايراني؟ انا على فكره شلحت ساعتي قبل ما اجي على الاستوديو. هلا انا سرقت القلوب، هيدا الاهم. طب ليش ما بتنتقد سعد الحريري؟ ليه ما عم نقبض؟ ما بيغلي. انت عم تقدح قدح. ليه ما انت قر بر؟ العريس رقم 13. طب والعريس 14 وينه؟ مقابيلك. واللي بده يلوم يلوم. هيك بيقعد فن السؤال. هيدا حكي مع عادل كرم. لو كان برنامجك على المنار كان اسمه خوش كلام. هذا حكي. كل 3:30 على الام تي في. انت مع تخصيب اليورانيوم؟ مع تخصيب الجبرانيوم.